وعلى بركة الله وحفظه ينطلق شوط الختام. شوط ختام هذا السباق المحلي السادس ضمن مرحلة الأولى، تبقى مرحلة أخرى هي الثانية مع سن الكبار. بسم الله وعلى بركة الله، إذن ننطلق مشاهدين الكرام مع هذه المسيرة الختامية، ختامها مسك بإذن الله. ينطلق الشوط الخامس عشر بمشاركة 13 اسما، سوف نكون معكم حاضرين من أجل متابعتها ومن أجل رصد ما ستقدمه لنا هذه الأصايل. مباشرة ننطلق مع مقدمة هذا الشوط لأجد من تحتل المركز الأول ومن تسيطر على مجريات الأمور، شواهين لهجن الشحانية، ويضمر شواهين سلطان بن محمد الوهيبي. وعود تأتي ثانية تلاحق شواهين مباشرة، وعود إذن لهجن الشحانية يضمرها سلطان بن محمد الوهيبي. أتابع المركز الثالث لأجد تغاريد تغرد على المركز الثالث لهجن الشحانية ويضمر تغاريد سلطان بن محمد الوهيبي. اختبار تخوض هذا الاختبار وتنطلق في المركز الرابع لهجن الشحانية ويضمر اختبار سلطان بن محمد الوهيبي، بينما المركز الخامس هي العاند لهجن الشحانية ويضمر العاند سالم بن فاران المري. هذه نتيجتنا بإذاعتنا للخمسة الأسماء الأولى التي تدخل إلى نطاق الدائرة الإعلامية. من جديد أعود إلى شواهين، شواهين تنطلق وتحلق بسرعة الشواهين في المركز الأول، إذن هي المسيطرة شواهين، وهذا هو موسم هل الطيور، موسم هل الشواهين، وموسم هل الحرار. شواهين الآن تبغي الحبارة، والحبارة في هذا الشوط هو الناموس، هو الناموس، وبالتالي أطلبت للناموس شواهين. شواهين لهجن الشحانية ويضمرها سلطان بن محمد الوهيبي، عملاق المضمرين اللي يدفع بوعود اللي تتواجد في مركز الوصافة، وتقريبا الاثنتان في موقع واحد. وعود إذن في المركز الثاني لهجن الشحانية، يضمرها سلطان بن محمد الوهيبي اللي يدفع أيضا بدوره باختبار اللي تحتل المركز الثالث. اختبار إذن في المركز الثالث لهجن الشحانية، واضحة أمامكم على الكادر العلوي، يضمرها اختبار سلطان بن محمد الوهيبي. أما المركز الرابع فأجد العاند هي من تقترب وتنطلق لهجن الشحانية، وبتوجيهات من مضمرها الذهبي سالم بن فاران المري. أتابع المركز الخامس لأجد تغاريد تغرد على المركز الخامس الآن، وعبر هاشتاغ ميدان التحدي. إذن هذه تغاريد في المركز الخامس لهجن الشحانية ويضمرها أيضا سلطان بن محمد الوهيبي. نتيجتنا في ندائنا الثاني، اقتربنا من انتصاف المسافة، وما زال العملاق يحكم القبضة على المراكز الثلاثة الأولى مع شواهين ومع انطلاقة وعود وحضور اختبار. إذن ثلاثة أسماء، ولكن هناك الأمور تغيرت مع وعود. وعود أصدرت وعودها لمضمرها الوهيبي بأن تقدم ما يجوز وما يرضى له في هذا المساء. إذن هناك وعود في المركز الأول، ليست ولم تقطع على نفسها وعدا واحدا، ولكنها قطعت على نفسها مجموعة من الوعود. وعود في المركز الأول لهجن الشحانية ويضمرها سلطان بن محمد الوهيبي، وتنتصف المسافة أمام هذه المتسابقات وهذه المشاركات في هذا الشوط. المركز الثاني اللي تراجعت اللي هي شواهين، شواهين تحتل المركز الثاني ولم تستسلم ولن تستسلم. كل هذه الأصايل في رؤوسها الناموس، والناموس هو مطلبها ومطلب الجميع. بينما المركز الثالث تتحرك اختبار بدورها
تقلص الفارق بينها وما بين وعود وشواهين، وبالتالي تخوض هذا الاختبار، اختبار لهجن الشحانية بقيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. أتابع المركز الرابع، وصلت الزبارة، يا سلام يا الزبارة، أول إذاعة للزبارة اللي تخطف الآن المركز الرابع، وسنقول في الزبارة أجمل عبارة إن واصلت هذا الأداء الممتاز وإن توجت بالناموس. الزبارة إذا لهجن الشحانية، يضمرها حمد بن علي بن حلفان المري، بينما المركز الخامس يا سلام يا القحيدية أيضا تدخلت بدورها لتتواجد ضمن دائرة الإعلام. هذه إذن القحيدية لهجن الشحانية، يضمر القحيدية سالم بن فاران المري المضمر الذهبي، ولكن أشوف المشاغب بدأ يشاغب الآن، أشوف نفرة تقدمت الآن لتتقدم إلى المركز الخامس لهجن الشحانية، ويضمرها المشاغب محمد بن خالد العطية. يا سلام، شوط الختام، ختامها مسك بإذن الله تعالى. ما زالت الأمور هناك، بل تغيرت مع اختبار، وبالتالي اختبار هي المسيطرة الآن وهي الباحثة عن الانتصار. اختبار لهجن الشحانية بتوجيهات العملاق سلطان الوهيبي. المركز الثاني وعود لهجن الشحانية ويضمرها أيضا سلطان الوهيبي، بينما المركز الثالث تتقدم نفرة لهجن الشحانية ويضمرها محمد بن خالد العطية. يا سلام يا الزبارة، أيضا تتحرك في المركز الرابع لهجن الشحانية ويضمرها ويديرها المبدع حمد بن علي بن حلفان. وأرى القحيدية تتقدم مع الذهبي، القحيدية لهجن الشحانية والمضمر هو سالم بن فاران المري. يا سلام يا القحيدية، شوفوا وديروا بالكم على القحيدية اللي تتحرك في المركز الخامس الآن ومنطلقة نحو المراكز الأولى، وعودة مجددا إلى مقدمة هذا الشوط ليجد التغيير اللي طرأ وجرى مع وعود على مقدمة هذا الشوط. وعود غيرت وتقدمت الآن إلى المركز الأول، تقدمت نحو المنطقة المستهدفة، وبالتالي هي تستهدف الهدف الناموس. يا سلام، هذا هو كيلو المتر الأخير، فاتحا ذراعيه مستقبلا هذه الأصيلات، هذه الجميلات. إذن المركز الأول وعود، المركز الثاني اختبار، نفرة تحتل المركز الثالث، وفي المركز الرابع الزبارة. الزبارة غيرت إلى المركز الثالث، وأعلن المبدع على هجومه وعن حجومه على مقدمة هذا الشوط. أما المركز الرابع، يا سلام، تدخل الطيش، طيش تتسلل وأول مرة نذيع اسمها، ولكن الخطورة مع عسيلة، أيضا اسم جديد ينضم معنا. عسيلة غيرت إلى المركز الثاني، وبالتالي الزبارة. الزبارة في المركز الأول، عسيلة تحركت في المركز الثاني تنشد المركز الأول، انطلقت عسيلة في ثاني المراكز. أما المركز الثالث فهي طيش أيضا لهجن الشحانية ويضمرها سلطان الوهيبي، ولكن الله يا عسيلة، عسيلة على المركز الأول، والمشاغب بيشاغب، سيشاغب المشاغب محمد بن خالد العطية من خلال إقدامه وتقديمه لهذه البكرة اللي تحتل المركز الثاني اللي اسمها نفرة، ولكن طيش 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 على المركز الأول. إذن طيش ونفرة، نفرة وطيش، المنافسة قوية جدا ما بين طيش ونفرة، نفرة وطيش، ولكن طيش على ما يبدو بأن شوط الختام يسجل باسمها. تهانينا لهجن الشحانية وللعملاق سلطان الوهيبي. المركز الثاني جاءت نفرة لهجن الشحانية، المركز الثالث الزبارة أيضا لهجن الشحانية، والمركز الرابع عسيلة لهجن الشحانية، والمركز الخامس القحيدية أيضا لهجن الشحانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين، والتهنئة نبعثها عبر الهواء مباشرة عبر قناة الريان الفضائية لهجن الشحانية على ما شاهدناه من استعداد جيد في هذا السباق المحلي السادس في مرحلته الأولى. وهكذا تابعتم وتابعنا مسك ختام أشواطنا لهذا المساء، وجاء الطيش فاجأتنا في الكيلومتر الأخير،
واستطاعت أن تغلب كل المنطلقين في هذا الشوط وتقلب عليهم الطاولة. التوقيت 9:16، 29 جزءا من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية وللمضمر سلطان الوهيبي. أما المركز الثاني فجاءت نفرة وتوقيتها الزمني 9:16، 61 جزءا من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية وللمضمر المشاغب محمد بن خالد العطية. أما الزبارة فهي من جاءت في المرتبة الثالثة قاطعة المسافة في زمن مقدار 9:16، 90 جزءا من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية وللمضمر المبدع حمد بن علي بن حلفان المري. 15 شوطا إذن كانت في هذه الفترة المسائية. التوقيت الأفضل كان مع أول نجمات هذا المساء وهج لهجن الشحانية التي قادها العملاق سلطان الوهيبي، وكان توقيتها 9:08، 44 جزءا من الثانية. الشوط الثاني ذهب إلى الحذر لهجن الشحانية. أما الشوط الثالث فكان مع زيارة. الشوط الرابع لبصير، الشوط الخامس الطيارة، في الشوط السادس انتزع الناموس مشوش، بينما زرزف هي من جاءت في الشوط السابع لهجن الشحانية. ضبيان والضبي وذرب هما من توجا بنواميس الشوط الثامن والتاسع والعاشر لهجن الشحانية. أما الكايدة والصادر والوجبة وصبر وطيش هم هي الأسماء التي انتزعت الناموس في الشوط الحادي عشر إلى الشوط الخامس عشر، وجميعها لهجن الشحانية التي حققت العلامة الكاملة في هذه الأمسية. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه المرحلة الأولى من سباقنا المحلي السادس. الموعد يتجدد بكم في الأسبوع القادم. إلى الملتقى، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.